أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، نحييكم ونرحب بكم أينما كنتم، أجمل تحية وأحر ترحيب خاصة لعشاق الأصالة والتراث والركض الأصيل الذي يتواصل معكم مرة أخرى في ختام المروم لعام 2024 من خلال برنامج الأصائل في يوم جديد متجدد بإنجازاته وتحدياته على مدار هذا اليوم الذي نلتقيكم فيه من خلال هجن أصحاب السمو والشيوخ التي تلتقي مجددا في لقاء جديد وفي لقاء آخر هنا في درة مضامير السباقات الهجن وهو الميدان الذكي. من هنا سوف نكون معكم للحديث عن سباقات العمالقة يوم الأمس والعمالقة في هذا اليوم، فأهلا ومرحبا بكم معنا. فزاع هو الابداع، فزاع في شعبان ولا في الصيام، حمدان هو حمدان. محمد بن قريح المري، سلوم يا السحانية سلام. درة، الله تهانينا لهجن الرياسة. الثانية الكبيرة بحجم الكون لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على فوز هجن العاصفة. نحييكم ونرحب بكم في برنامج الأصائل الذي يلتقيكم يوميا في ساعات تلفزيونية قبل بداية الحدث وقبل بداية السباقات، ونلتقيكم اليوم بمعية ثلاثة من المحللين المتميزين معنا في برنامج الأصائل في هذا المساء. نبدأ بالتحية والترحيب بحمد مضوية بالشامسي المعلق وايضا كذلك حياك المحلل، مساك الله بالخير. محمد امسي عليك ومسي على اخواني المحللين ابو مبارك ابو سفر، ومسي كذلك على اخواننا اللي يتابعونا عبر شاشه دبي سينك، حياهم الله اليوم في متابعه ما يدور من منافسات بين شعارات الشيوخ. نعم على المعلق والمحلل كنا بنضيف المالك لكن ما شفنا البارودي في التسجيل. رب بخير ابشرك اموره طيبه ملكيته ونبارك له بالبيعه مبروك والله لا دريت بتفصيل والله اني ما ادري به بركه تستاهل الشاري ومبروك لك البيعه. ايضا رحب ايضا كذلك بسيف المبارك الحبسي، مسيت بالخير. مرحبا الساعه الله يحييك ابو محمد، امسي عليك بالخير وعلى الاخوان المحللين والمشاهدين لقناه دبي ريسينج، يقول لهم سعدتوا مساء في ليله من من اشواط العمالقه لاصحاب السمو الشيوخ، نتمنى التوفيق لكل المشاركين وكل المؤسسات. مرحبا ايضا كذلك بعايض من سفر دبي، مسيت بالخير ابو سفر. يا مرحبا وسهلا، مسي عليك بالخير وعلى الساده المتابعين وعلى زملائنا المحللين، وليله امسيه كبيره منتظره، نتمنى التوفيق لجميع المشاركين ان شاء الله. فعلا وكاننا نمشي بشكل تدريجي حتى نعم. أن نصل الى الحدث الاهم وهي اشواط السيوف وتحديات السيوف والمنافسات الكبيره. طبعا ثلاثه ايام فقط هي المتبقيه، مر الوقت سريعا ابو فزاع. نعم. كاننا بدينا يوم الامس ولكن خلاص ما باقي الا اليوم العمالقه، باكر السيوف وعقب السيوف، ودائما اللمه الحلوه والركض الطيب ويمعه اخوان شمل مثلكم شرواكم هي اللي تخطف الوقت بسرعه وما تحس به في هذا الشهر الفضيل. الحمد لله على التوفيق. اول شيء اليوم نحن في يعني وصلنا الى تقريبا نهايه المطاف، ممكن اخر السباقات يكون اليوم، باكر ورا باكر بتكون عندنا اشواط الرموز. فالوقت اللي خطف سريع، اول شيء ان كان شهر خير وشهر فضيل، شهر يعني شهر رمضان معروف يعني انه يعني لمت احباب فيه، فاصبح الختامي هذا كله لمت احباب، فما حسينا بالوقت. ما شاء الله يوم ركض والمساء طال عمرك سوالف وطماشات، فما تحس بالوقت اللي الساعه انت الا تتسحر وعلى النوم، والصبح طعنك على رجابك. نعم هذا اصبح طال عمرك ان الوضع نعم. يعني تحس به كله مريح وخفيف والوقت صحيح. كله تحسه مع 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 ربعك مملاي ممزور. نعم. كل وقت يعني له شيء. عشنا يعني صراحه ختامي جميل وايام سعيده بالفعل. ابو السفر كيف رمضانك؟ الاوقات الجميله تمر سريعا. يا سلام. دائما. فحنا الصراحه استمتعنا في كل ليله سمره وجمعه وفطور عند فلان وسحور عند فلان وقاعده في عزبه فلان، يعني ما في وقت اصلا. من نبدا اليوم لين ننتهي احنا الحمد لله وناس الله يطول عمر الشيوخ وعلى اختيارهم وعلى هذا الشهر المبروك اللي دائما الناس يختارون فيه الفعاليات
يحددونها من قبل انطلاقة الشهر. نعم. الفضيل يحدوا أما كرة طائرة ولا كرة قدم ولا حنا الحمد لله جاءنا أحسن هواية حنا نحبها جاتنا في الشهر الكريم استانسنا فيها انبسطنا عبادة وزيارات وناسات ونواميس الله يطول عمارهم الله يديم من نعمه ويديم من نعمه ولمانه. طبعا ما شاء الله المرموم زاخره بالضيوف وبهل الدار وايضا كذلك العزم ما شاء الله يعزم من بعد من بعد كيلو من اول مرموم لين اخر المرموم ولا على فطور ولا على سحور ولا على يمعة طيبه وزايدها الاجواء الزينه ابو على جو امس يعني زادت فوق الوناسات وهذه زادت الاجواء باقي المطار ان شاء الله الله يجيب الحياه ان شاء الله ان شاء الله قريب ان شاء الله باذن الله. اذا سوف نبدا الحديث من يوم الأمس سوف نبدأ من يوم عمالقة هجن أبناء القبائل بعد تحديات جميلة كانت يوم الأمس يلسوا الأخوان هني وتحدثوا ورشحوا أيضا كذلك وتوقعوا لكن يوم الأمس كان مليء ب يعني مليء بالأسماء القوية حتى يمكن حتى مو باليوم أمس من أول ما شفنا إحنا أشواط السيارات قبلها بليلتين أسامي رواعي رموز دخلان في الأشواط اللي قبل حتى أشواط العمالقة وزاد أيضا كذلك التحدي أكثر في 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 يوم الأمس قبل ما ندخل في الأشواط الأربعة الرئيسية بشكل عام بفزان يوم أمس. أول شيء نحن نبارك لكل الفائزين في الأمس اللي فازوا واللي شاركوا بهجنهم خاصة يعني هجن سيوف ويانت على ثاني على الرموز فهذا يعني دليل على ان الحلال او الملاك عندهم يعني بدائل لاشواط السيوف خاصه العزب الكبيره. شفنا مثلا عزبه المسند شاركت وسجلت ممكن 4 نقاط بالامس عند في الحول فهذا دليل على ان المسند يمتلك يعني حول عده وكثيره ومنها يعني السبك الفاخره فما وصلت لهذه المرحله اللي هي يعني خاضت تجارب وخاضت نواميس لكن اليوم اختيار المالك او المضمر للشوط هذا وللركض اللي نحن نسميه العمالقه هذا يفضلونه هم الملاك شخصيا فنحن نقول يعني الحلال شفناه يعني ركضه زين ومني اعطانا مؤشرات نحن كمحللين او كمذيعين ان هذه الشعارات بتكون موجوده في اشواط الرموز لازم نحط عيوننا ونخلي عمالنا شغالين مثل الدينمو يعني متحركين مو بالله بس انا ارشح مطيه معينه فقط اليوم اصبح الركض يقول لك والله مثلا لا يا مركاض قال لك لا رشح السيف فلانه فقط يعني احتكار الاسم على مطيه معينه ما يصير الحين هذا ركض موجود والحلال موجود ومعطي فدائما صحيح ان يعني مطيه السيف تكون الروحه لكن كمجتمع اليوم كركض انت ما تمن المطيه لا تمن الغاره في اي وقت تشوف ان الركض اصبح يعني استمراريته والحلال موجود فيه يعني في اي لحظه يتغير تغير ولا تقول ان المطيه هاي فارقه في الركض وايد يعني كلنا يكون مع بعض فاليوم المطايه اللي موجوده باكر ورا باكر تشوف انها لها صيت كبير وانجازاته مستمره فنحن شفنا الحلال اللي اركض امس واول امس اللي هجن ابناء القبائل فهذا دليل لنا نحن بنشوف يوم سيوف باكر يعني شيء فاخر. نعم ان شاء الله باذن الله واحد الاحد. طبعا مخرجنا وليد الشاشه ما اشتغلت الشباب يشوف عيني مع الشاشه ونحن نتكلم عن الشوط الاولي فاذا بتضبطون شاشتكم عشان نسولف بعد عن الشوط الاولي ابو مبارك اكيد يبي يشوف الشوط لا بس انت شغال الشوط لكنه عندنا على الشاشه في الاستوديو ما يشوفونه اذا بتشغلون التلفزيون او بتصلحونه المعذره طبعا من الاخوان المتابعين. بناخذ ياك الشوط طبعا اتوقع اللي هو الحين هو لاني اشوفك تعينك على الشاشه ما ظهر الشوط لكن عطني بشكل عام قبل ان نبدا معك بالشوط الاول. نعم ابو محمد نحن شفنا منافسات مثيره وشيقه في يوم الامس وايضا من قبل يومين لسن الحول والزمور شفنا منافسات قويه على مدار 28 شوط في اليوم الاول 16 شوط وفي اليوم الثاني 12 شوط شفنا ايضا اشواط العمالقه بما تعطي مؤشر لمالك العزب وايضا للمشجعين والمحللين شفنا امس قبله حلال ايضا مانع بن علي بن حماد حلاله طيب قبلته ومنافسته طيبه وايضا حصوله على اكثر من شوط وشعار ايضا المسند يمتلك نوعيات مميزه في اشواط الرموز ايضا شفنا ايضا ظهور حلاله بالشكل الممتاز في يوم الامس ايضا باقي الشعارات مثل شعار بن منانه وباقي الشعارات ايضا ظهرت ظهور مميز هذا ما يعطي ايضا اطمئنان لمالك الشعار وايضا للمشجعين والمحللين والمرشحين ليوم الغد ايضا في النهايه ابو محمد هناك تفرق النوعيه اكيد انه بيكون لها ظهورها وحضورها في يوم الرموز اشواط مرتقبه من كل الشارع الرياضي يرتقب اشواط الرموز واشواط السيوف في يوم الغد اتمنى ان شاء الله لكل المشاركين باذن الله التوفيق والنومس لكل من فاز
في اليومين الماضيه اللي سن الحول والزمول 28 شوط جميعها حضرت بها النوعيات والمنافسه المثيره للامتار الاخيره. نعم الشوط ما كان يعني كان افضل توقيت ما كان في الاشواط الاوليه ابو السفر، كان في الشوط العاشر مع الشبابيه سعيد منانه 12-24 وثانيه، هل هو على غير المعتاد ولا مثل ما ذكر مبارك النوعيه تفرق في اي شوط سجله وكلهن نوعيات؟ والله كلهن نوعيات، هذه يوم راجعنا السيفي شفنا اكثرها طال عمرك اللي في رصيدها كاس، اللي في رصيدها كاسين، اللي قد ثاني على الرمز على السيف على نعم. ولكن هذه هي روعه التي حققت الشوط الاول لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي 12-26 ثانيه، خمسه اجزاء من الالف من الثانيه بعد الانجاز في اول الاشواط الذي كان لي الحول المحليات. اما المهجنات فذهب الى بيمه لناصر بن عبد الله المسند في ثاني الاشواط. صحيح لان ذكرنا بان يعني شعار المسند بالامس انا شفته حقق 4 نقاط من غير المركز الثاني والثالث، وش الهجن اللي شاركت ما يقارب بالامس ممكن 60 مطيه او 70 للمسند من البوش. فريال ابو عبد الله يمتلك من خيره الاصايل وخاصه في سن الحول، بالامس يعني كان في كل شوط مشارك بثنتين وثلاث، وهذا دليل على ان المسند كان مستهدف في السباقات وعنده نيه وطموحات كبيره، واعتقد ان هذا بعد يعني فتره وجيزه سيكون يعني ند قوي في اشواط الرموز او اشواط الانتاج، بتكون مشاركاته قويه ابو عبد الله، ونحن ما نستهين به في اي وقت، يعني ابو عبد الله يطلع ممكن من اكثر الاشخاص اللي يشترون باسعار عاليه وقيمه، يعني اخر مطيه مبتاعه في العام الماضي اللي هي شانيه بالحرزي خذها ابو عبد الله ما يقارب 9 مليون، فاعتقد ان الشخص هذا عنده دفعات وعنده مشاركات قويه، يعني يشتري المطيه وينزل على النوعيه الاصيله بكل ثقل. نحن شاهدنا نشوف شعارات بن غدير، شعار بن منانه، شعار بن حماد، يعني كانت الافضليه الموجوده في الشوط الاول الرئيسي في المحليات لشعار المعالي علي بن حماد، وكذلك شفنا اليوم شوط المهجنات حضرت بيمة بشعار المسند الانيق وحققت المركز الاول، رغم كل يعني وجود هذه الاسماء الا يعني انك تشوف مطيه لها وزن وفعل في الميدان من خلال مشاركة، شوف الحين على الشاشة تحت أن يعني هنتين حق المسند موجودات في الشوط، يعني منافس عنيد. أنت اليوم لما تواجه شخص يعني مطية وحدة، لا الريال يعني يواجه بحلال كبير وعدد متفوق من خلاله، فنهني أبو عبد الله ونهني المضمر على ما يقوم به من دور في التضمير والمحافظة على النوعية الأصيلة. شوف كم مطية في نعم مطاية، يعني عندك بمنانة شوف شعارين بن حماد والمسند شعارين، يعني اصبحت الاشواط الرئيسيه والاشواط الكبرى هاي اشواط العمالقه، يعني مش انها محسوبه على اشخاص معينين، لكن الناس اللي تشارك فيها يعني معروفين، اسماء عدديه واسماء يعني مختاره منتقاه، مثل اللولو يوم تنقى اللولو، هذه الحلال كله طيب اللي شارك، لكن في النهايه خط النهايه توفيق. انت اليوم تحاسب على مطيه من 8 كيلو ومتابعتها مو بسيطه، وكل حد الحسابات، لكن كان المسند يعني لو بتيج عند النهايه ما في غير ممكن جزء واحد او جزئين فرق بين الاول والثاني والثالث، فهذا دليل على ان الشوط كان قوي جدا ومميز، الاول ثاني ثالث يعني كلن شعارات بن حماد وكذلك المسند وبن منانه، يعني لو تلاحظ الان عند خط النهايه كيف الثلاثيه وصلت 4. يعني ممكن جزء واحد من اقل من جزء، يعني فهذا دليل على وهم ثلاثتهم حصلوا على نقاط، من حماد حصل على اكثر نقطه، نعم المسند حصل على 4، وسعيد منانه حصل على نقطه، وهي افضل نعم افضل توقيت، حلالهم منافس من اول لاخر. نعم هذا الحلال عندهم عرب، عندهم بوش كبار، والبوش الكبار هذين ربوهم ووصلوا الى مستوى الكبار، عندهم الافضلهم، لكن كل واحد اليوم هو يبي يختار المكان المناسب اللي بيركض فيه مطيه، يمكن الحين هم مختارين يبون يركضون في ميدان الوثبه، اليوم المطيه ما يعني هي دم ولحم في النهايه، لكن تحتاج الى عينات من العلاج اللي هم يتابعونها علشان تكون المرحله النهائيه اللي يوقفون عليها واستعدادهم الاخير في اشواط اللي يختارونها. اليوم اشواط الرموز او اشواط العمالقه مو بهينه، يعني المركز الاول 400 والمركز الثاني 200، هذه يعني شيء يحسب النادي دبي لسباقات الهجن، ولكن نحن من زمان كنا في اشواط العمالقه نحصل على مجسم، ان الناس الفايزين يحصلون على مجسم سواء كان برج العرب وبعد ذلك كان برج خليفه، فاعتقد يعني هاي
المفروض تكون مستمره لنادي دبي. فهي المجسم هذا يعني الناس كانت تحصل عليه، تواجدها زاد زي قيمه زياده للرمز بعد في نفس الوقت. لا حلو الرمز يعني الحين 400، لكن حلو ان كان الرمز طيب يعني برج العرب هذا او برج خليفه كان الناس متعارف عليه، فهذه قيمه لازم تكون انها موجوده ان شاء الله. اتمنى تكون موجوده في الموسم القادم. طبعا اتمنىها تكون موجوده. الفلوس تروح بس التذكاريه الشيء التذكاري وهذا يحتفظ، وكل ما يمر بيقول لك عاد راعي الرمز علي شو خانه شوط الرمز، اعطيتوني رمز واعطيته فلان رمز مثلا على لا 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 هاي وما سجل على شوط العمالقه يعني هاي شوط العمالقه بس هو المجسم تراها نفس رد مرادف كلمه رمز اي، فيمكن ان ادري النادي يبخص. لا لا انا لاني اوافق الراي ولاني اعكس الراي بالعكس النقاش، لكن فعلا كانت حلوه. الرمز والجائزه التذكاريه تعطي الرجل حماس انه يرجع من اذا مثلا باع وانه انتهى من الناقه هذه حولها انتاج ولا شيء، يصنع المستحيل عشان يحقق مثل هذا الشوط. وهذا الوصف بالذات هو الوصف اللي ينطبق على شوط الرمز. فيمكن الاخوان ما يبون انهم يعني يقربونها من شوط الرمز يمكن لا انت صادق فعلا اذا جاء له جائزه تذكاريه مثل لان اذا حطوا له هذا باخره في اشواط السيارات بيقول لك خلاص انت ما هي اشاره نقديه. نعم بعد احنا بقى شيء تذكار ان سباقنا في الشيء الفلاني، بس ما زي ما قال ابو فزع اذا له شيء متعارف عليه من زمان يعني وهذا عادي. نعم تذكرت لقطه وهي اللي يمكن تفتح باب يمكن اخر في من ناحيه التسميات، وهي مثلا عرب هل بوش هل سن هل سن الكبار، ودائما يكون في سن الكبار. يمكن الاسماء نفسها اللي شاركت اللي فازت في يوم الامس هي دائما ما تاتي على هذه السباقات، فبالتالي هل يصح او بالاحرى هل نستطيع تسميه يعني العزب او نقسمها بهذا التقسيم مثلا ان كاتيجوري نعتبره مثلا ان فلان والله راعي ركض حول، ولا فلان دائما متميز في الصغار، ولا فلان موجودين، فهل نقدر نقسمها تقسيمات هاي؟ نعم في الحين حد عندنا من الملاك يمكن ما عنده حتى ثناء إيداع بس حجة ولقية فقط ما يستخدم الإيداع، خلاص هو يعني عنده الباكج ماله هذا الباكج يستمر عليه، يعرف كيف يدربه أو هو يحب النوعية كذي يعني يحب النوع الصغير هذا. الكبار هذا يلي يودعهن ولا يوديهن الانتاج الأفضلية له، لكن أنا أشوف في ناس عندنا من يركضون الحجاج واللقاية ما نشوفه من هاي أبدا، ولكن مروا علينا في الإذاعة ولا الثنايا نهائيا. ليش؟ لأنه ممكن يحب النوعية. وفي ناس عندنا بس ما يمرون علينا إلا من الثنايا وطالع ثنايا وحول، يعني أكثرهم الحين مثل المسند يمر علينا في الثنايا والحول، نادر تشوفه في الإذاعة في مشتريات قليلة، لكن أكثر الأفضلية عندهم في الثنايا وفي الحول. فأصبحت هاي العزاب يعني ترتبط بالسيوف. وهل مبارك ظنك أنه بسبب مثلا الرغبة الشخصية ولا محبة العمر الفلاني أو السن الفلاني، ولا طريقة مثلا حد يقول لك أنا أحب مثلا الركض الأولي خلاص ما أدبها أصلا اليوم هي حجة ولا لقية وبعدين أني أركضها، ولا تعتمد على شو؟ صحيح أبو محمد، كثير من العزب تشوف ركضهم قليل في الصغار، لن لهواية ولا رغبة في السيوف وفي الرموز الكبيرة والمسافات الطويلة، فنشوف مشاركتهم قليلة خاصة في الانتاج، تشوفهم يحافظون على الانتاج في السنة الحقائق ما يظهر واللقاية والإذاع آخر فئة الإذاع تشوفها ظهرت في الختاميات ومن بعد ذلك تحولت في الثنايا والحول. بنقول مثال سلطانة لسعيد منانة انتاج نحن ما شاهدناها إلا في العام في السنة الثنايا، يعني الناقة هذه وين؟ في الحقائق واللقاية والإذاعة برغبة من سعيد المنانة، ريال راعي إنتاج وراعي وصله في الركض وكل العزب ما بهم قصور، ولكن الريال هذا يحب ركض الكبار مثل تغاريد السنة ثنية ما شفناها، وينها إذاعة وين لقية؟ فتشوف الحلال لما تكون عنده النوعية ويدبها وتكون نوعية ما يشارك بها في السن الصغير ويمكن يدبها مخرة. فكثير من الناس وكثير من العزب تلقى الرغبة هذه عندهم المشاركة في أشواط الرموز والأعمار الكبيرة، والبعض عكس ذلك يشارك في الحقائق واللقاي والإذاعة. بنقول لك كمثال بن سالمين المنصوري، عيال سعيد بن سالمين المنصور عت العشوة تشوف مشاركتهم الكثيرة في الحقائق واللقاية ودائما متميزة ما شاء الله. نعم ما شاء الله متميزة في السن الصغير والإذاعة مثلا، فالثنايا والحول على ما أعتقد أنه ماشي قليل عندهم، ولكن تركيزهم على السن الصغير. فأنت عندما تركز على فئة معينة أو الحقائق واللقاية دائما تبدع فيها لأنك أنت مركز على هذه الفئتين أو فئة ودائما تبدع فيها، ولكن إذا
العزبة كانت كبيرة وفيها الفئات كثيرة، يمكن شوي يتشتت فكر المضمر ما بين هذه الفئات يعني وكثرة يعني العدد. يأثر مثلا إذا كان مثلا عندك من كل سن يأثر، لكن مثل سعيد المنان، بعطيك مثل سعيد المنان، سعيد المنان عنده ما يقارب 5 عزب، 5 عزب أو أكثر بعد، وموزع حلالة. فأنت عندما تكون عندك كثرة النوعية والسبق وكثرة الحلال توزعهن ما بين العزب، فأنت طال عمرك حافظت على حلالك من الأمراض والمتابعة الدقيقة لمطاياك، وأيضا الاهتمام اللي ممتاز يوصلهن في المحافل ويكون بشكل المتوقع منهن من مالكهن ومن الجمهور. مثل هل الخير، أنا بشر أبو سفر لأنه يملك فرس إنتاج في السعودية، فبعتبره من هل الخير أنهم يبارك يوم فاجأت مضمر. لا لا ريال ريال باع طويل على ما يقال. اللي يشوفونه راعية السبرنت اللي مسافة قصيرة ودوها عند مدربين معروفين، واللي يبون مسافات طويلة ودوها عند مدرب معروف. ونادر تلقى هذا الريال مثلا مدرب هذا، نادر تلقاه يسوي نتيجة على المسافة الطويلة، والعكس صحيح. رأي المسافة الطويلة نادر تلقاه مسوي نتيجة في السبرنت، والعكس يوم الخيل يظهر من المدرب هذا السبرنت، وهي سلالته ولا طبيعة ركضها تبى مسافة طويلة، من يظهرونه من عند مدرب هذا ودوه عند مدرب ثاني طارت تغير. نعم غيرت. فسبحان الله يعني متقارب ترى، يعني الفكر في نفس الشيء متقارب، وأيضا كذلك كلنا واللي الرغبة ويرغب. نعم أيه. فعلا، وكلنا أيضا كذلك بالإمكانيات. يمكن أحد العرب يقول لك لا أنا عندي إمكانية أني أسوي العزب مختلفة، مضامين مختلفين، أسلال مختلفة. يوم طريت السالفة هذه كان عندنا واحد مصور كان يصور الهجن، شواط الهجن. نعم. وكان مستمر في الهجن زمن طويل يعني، فطلبوه هل الخيل وراح عند الخيل قام يصور عند الخيل وهذا. فيوم جيت تعرفت عليه، أنا ما لحقت عليه كان يصور عند الهجن، ويوم جيت تعرفت عليه سولفنا، قال يا أخي والله، قام يسألني عن فلان وفلان، قلت هذا عرفه وهذا قال هذا. المهم قال والله العظيم يا تصوير الهجن والمتعة اللي في الهجن غير عن الخيل. قلت ليش؟ قال الهجن فيها هذه تقدمت كيلو، هذه كيلو وين، هذه طلع البكرة الفلانية، هذه جر الشوط، فيها متعة فيها إثارة، لكن الخيل بسرعة على طول تخلص، ما يمديها عن دقيقة ولا دقيقتين وخالصة. فيها متعة الخطط اللي تجرى في الشوط الآن اللي احنا نشوفها، لا متعة احنا مستمتعين فيها، وغيرنا من اهل الرياضات الاخرى مستمتعين فيها، مستمتع بالخطط والمناظر هذه، وكيف الناقه تجر الشوط، كيف تقدم، كيف ترجع، كيف تباغتهم على النهايه. والتنوع ايجابي، والتنوع بالعكس جدا جدا ممتاز. واكبر دليل على ذلك التنوع في دانه الدنيا دبي التي تستضيف في ان واحد وفي نفس الاسبوع مهرجان المرموم التراثي 2024 لسباقات الهجن، وكاس دبي العالمي اقوى سباقات الخيول حول العالم في يوم السبت 30 ايضا كذلك من مارس. في وقت واحد الرياضتين تعيش أزهى عصورها ويحل وأزهى حلة لها أيضا كذلك في دانة الدنيا دبي. الشوط الثالث يوم الأمس ذهب مع مربان، وكانت النقطة الثانية أيضا كذلك لمانع بن علي بن حماد الشامسي، كان ذلك في شوط الزمول المحليات، يعني نعم. سكر على الأشواط الرئيسية للمحليات ما شاء الله شعر. أولا أنهني مضمر علوه ونقول له بيض الله وجهك على هذا الأداء الطيب، و لا شو اسمه شعار علي بن حماد شفناهم مشارك اليوم الصباح في البصير في قطر سنة الثنايا، وهم سنة الثنايا سنة اللقايا، وانهن نهاية عصيهم في البطن بدون أي أوامر ما شاء الله. هنا شفناه بعد مشارك هنا وأمس وقبل أمس من أول ما انطلقت الأشواط العمالقة وهو في متصدر وفي القائمة الأولى يعني في الترشيح. هذا يعني يدل دلالة كبيرة للمحللين وللجمهور أنه من أحد أكبر المرشحين على الرموز يوم غد، على الأداء الطيب هذا، على الانفرادات سواء هنا أو في الميادين الأخرى، على الخطة المستقبلية اللي هو راسمها لهذا الموسم. فما حد يركض في من بداية المهرجان ويظهر في أشواط العمالقة ويركض في البصير هناك في بسن اللقاية وحلاله، نلقاه منتشر في جميع الروابط حقة اليوم وحقة أمس.
هذا يدل ان في شغل قادم وبقوه. هل هو استهداف للوثبه الختام الوثبه او ان استهداف باكر نسيته باكر ما شيء شو ارجع انا اقول لك قبل شوي تكلمت عنها قلت ان بكره هو من احد اخطر المرشحين على الرموز ليوم غد. اليوم شفنا انفراده ما شاء الله تبارك الرحمن وسيطر على الشوط من انطلاقه الشوط. شفنا شعار بن حماد يعني في الشوط هذا في الشوط اللي قبله يعني كان النهايه مو بنهايه عاديه ولا نهايه مجرد مشاركه بغض النظر عن التوقيت الا ان صحه الحلال وادائه وام الحلال وقبلته كلها تشجع على ترشيحه وعلى مشاركته اليوم غد. يوم غد مشارك بشملي ومشارك ب عدد من الهجن. ما حقيقة ما كنا يعني بنرشح بس بعد ظهوره اليوم وبعد ظهوره أمس وظهور حلاله تغير يعني تغير نعم تغيرت النظرة يعني ولا هو لازم يعني المحلل أنت ترشح شعار ولا مطية المحلل الناجح ترشح واللي شعار يبغى واللي يبغى المركز الأول يحط خطين تحت الاسم هذا ثلاث خطوط بن حماد ثلاث خطوط او ثلاث خطوط ويشوف ماضي حلاله صراحه عنده قعود اسمها شملي خذ رمز راس الخيمه انت شو بترشح يعني خلي خلص ولا الشعار خلي خلص خلي خلص خلاص الترشيح خلي خلص لا لا ما رايت خلي خلص زي ما نستعرض يعني بعض الاسماء الكبيره مثل فبركه ولا زاخر الناس كيفهم الان يعني لا السؤال ما شو بترشح يقول لك ترشح مطيه ولا شعار انا هو يبي يكشف سر المهنه الشعار هو يبي يكشف سر التفوق لا لا بالترشح. الشعار اذا شفت الشعار في مثل هذه الاشواط قبلت زينه وسيطرت على الاشواط طيبه هذا خليك ترشح المطيه شذي باكر بخط عليك والله ما اتوقع زين شو لا لان الجماعه الان عرفوا سر المسابقة هذه لها سر ما حد عنده علم الغيب باشر تبي خط عليك هي أنت يظهر لك أنت يظهر لك أنه ما حد يعلم علم الغيب وأنها توقع وأنها لكن هي في الأساس خطة في ناس تزمون خطة فأنا إذا حطوا المسابقة هذه لحظة أنت أول شيء قلت سر وخطة سمح لي على المقاطعة أعطنا أول شيء شو هو السر وبعدين أعطنا السر هو الخطة السر هو الخطة نعم إنزين في السر هو سر الوصول إلى الهدف ما في أي واحد يدخل بتوقعات عادية أنت تتوقع يعني مثل حين أبو فزاع يقول توقع وما توقع لا غير صحيح الشيء هذا في خطة مرسومة هل عبد الرزاق راسم خطة عندما استلم الصدارة عبد الرزاق هو الوحيد يعني اللي إذا سألته يقول الله يا ابن حلال توفيق من الله أنا ما لي دخل يعني خالق الله ما يرضون بتوافيق الله خالق الله يقول لك لا لا, لا على علم من عندي كلهم تراهم أنت عندك مستشارين عبد الرزاق وهذا شيء مفروغ منه أنا خطتي 4-4-2 حاط ميسي ورونالدو هجوم أنت عندك مستشارين خطيرين وهذا شيء مفروغ منه حلو سواء أنا صرحت به أو ما صرحت به يعني هو واضح يعني لكن اتمناك التوفيق انت وين هدفك في اي مركز في المسابقه هو الحين عاشر هي لا انا هدفي الحقيقي واللي انا ابغاه الاول انت قل لهم هدفي الحقيقي واللي انا ابغاه الجنه ما بنا طبعا انك صايم قل لهم هدفي الحقيقي ابغاه الجنه اسمع سوي لهم هجمه مرتده اي نعم لا هم ما في هدف الحقيقي ترى كلهم هذا هدفهم بس في شيء يخبي عليك يقول لا عادي لا لا المليون احنا شفنا انطلاقه ابو سفر بدايه المسابقه كان في المراكز المتقدمه كنت وش اللي اخر ابو سفر ما ندري كنت الخامس بس بعد الاشواط الشيوخ لحقوني نزلت صراحه يعني ولا كنت مرشح انا في الشوط الاول رقم واحد الشاهينيه كنت مرشح في الشوط الرابع شهيد زي رقم واحد ما تغير يعني ثلاث مرات وطلعت ثلاثة فيعني هي بس أرقام ولا أنا معهم في ويوم أنت قدام كنت تتصل بسيف مبارك ما كنت تتصل بسيف مبارك والحين يوم أنت تأخرت تتصل بسيف مبارك سيف مبارك ما تتصل فيه ليه يومك هذا ليه الحين نعم نهائيا مرة إلى أنت ولا تأخذ منه ترشيح نهائي نهائي واضح يعني الرجال متلاعب
يعطيك يعطيك ترشيح ويغيره هو بنفسه يعني. إذا أنت سألته هو يعطيك أسماء يعني سابقة. زين هو ما يعرف السابق وين ما يضمنه لو رشحه. إيه ما يضمن السابق يعني عنده. زين هو الأول الحين الأول هو. ويوم بيعطيك اسم ما بيعطيك. هو الأول. بكره هو يتصل مع عبد الرزاق الحين. مفروض. والله اللي هلا طيب. عبد الرزاق. إيه صح. اللي متقدم تتصل في اللي متصدر. والله هو الوحيد. عبد الرزاق يدور حد يرشح ياه الحين. لا هو الوحيد اللي أنت تأخذ ترشيحه وأنت مطمئن يعني ما تحس إنه يعني. لا كرم لا مو الوحيد. لا, لا, لا تظلم خلق الله. سماهم على وجوههم. لا تظلم لا تظلم خبرات كبار عندنا. إذا جاوزناهم بالحظ ما يعني أن نحن أكبر خبرات. طيب أنا أقول. انا امدح اقول عبد الرزاق هو الوحيد. انت قلت الوحيد انا اقول لك لا تقول الوحيد لان إيه؟ عندنا ما شاء الله هالخبره اذا انا قدمت لهم بالحظ ما يعني اني اخبرهم بالعكس لهم قدروا إيه مش على خبره على ميت الحين حظ ان الحلال اللي بس موجود. لو سالتك يا عبد الرزاق وانت اعطيتني ترشيح مثلا راي ادري ان هذا الترشيح اللي انت اعطيتني اياه هو نفس اللي انت كاتبه في المشارك في وسيف لا سيفي لا سيفي يعطيك عده اسماء وقالكم قبل هذا اتهام خطير بالله لكن هو قالكم قبل اني ما قد اتصلت به كيف عرف اني اعطيته غير ولا ترى يقول ما قد صح في تنافس سبحان الله سبحان الله شه وهق شو اسمه اخونا ابو تميم محمد قال له رشح دره سابقه في البشاير وترى وهو راح رشح جباره وش لي سبق منو توهق سبق هو كان توهق. ايه هو توهق هو مو بتميمي يقول حفره يا اخي حفره وقع فيها هو كان بيوقع ابو تميم ووقع هو مسك راسه ونجا قال كيف قلت خلك عشان اذا اعطيت ترشيح لا هذا الصح صراحه علوم من بين مبارك ابو سبار ابو رزاع على الهواء اتصل بين عم ابو تميم وقال لي وش ترشح لي قلت له رشح در زين خذت السؤال تذكروا انه على الهواء قبل سؤال لكن تذكروا انه على الهواء شاهد الله انه صافطر له صافطر له بكره السبوق ورشحها وتوفق ولكن ابو سفر يقول لا وان استغرب لا حاشا ان يوم صافطر له قلت له هذا السبوق هذا اللي ماخذ الكاس ورشحها وتوفق الله يوفق يقول لي تخبرك تدخل في ذمتك وتعطيه البكره اللي تشوفها انت في وليش ما رشحتها هو رشح مطيون اذا تمينا نرشح نفس بعض ما وصلنا دا متابع اي كلني رشح مطي وهي تسبق واحده في النهايه ثم تكت لو انا متكت هذه الخطه انت وش شو قلت ما قلت خطه اي نعم هذه خطه اي نعم معناته كلامك صحيح ومعناته كان معناته انه ما حد شايف في ذمتي انا ما حد شايف في ذمتي والله يوفقه ويوفقك الله يوفقكم ان شاء الله جميعا خلنا نسير وهي شغالين عليه هي اللي ونستنا للمسابقة أنا أشهد لا والله المتوانسين بالمهرجان كله ولكنها زادتنا أيضا زادت كذلك يعني وناسة إضافة وزادت إضافة كبيرة صدق. جدا في التوقعات والتحديات أيضا كذلك لأشواط الرموز وتحديات المحللين أصبح في شوط خاص بعد المحللين شوط سيف خاص بالمحللين وأيضا كذلك المذيعين إذن خلونا نسير عند الشوط الرابع شفنا قبل شوي وراء مربان شعار بن غدير كان على المركز الثاني رجع بعدها مرة أخرى على طول في الشوط الرابع وكان بطلا مع القسام أول شيء نهني حمد راشد بن غدير على فوز القسام واحتلال المركز الأول في شوط 300 سمون الشوط العمالقة في الزمول المهجنات الأصايل القسام عادته يعني من البداية يعني يقوم راس وينهي راس الشوط هذا نفس المسار ونفس الخطة اللي سواها في كل السباقات اللي شارك فيها يقوم راس وينهي البعير هذا بعير طيب لكن يمكن صادفته يمكن بعض الأمراض في بداية الموسم عندما انتقلت ملكيته للواثق وكان على نفس المسار لكن ما كان أداءه يعني مقنع مثل اليوم مثل أمس يعني أمس كان أداء يعني بدأ في الإقناع شوي لملاك هذا الشعار لأن البعير طالبين منهم أكثر من هذا اللي قدمه لكن ممكن البعير أنه صادف مشكلة صحية أو إعاقة لكن اليوم نحن شفناه بالأمس عاد إلى مكانه الطبيعي والمعهود وممكن أن القادم يكون أفضل عندما المطية يعني تسبق وتكون في يومها وتقدم العروض اللي هي يعني متعودة عليها ما كان يعني عليه ضغط تماما البعير ما حد أضغطه البعير يعني انفراده كامله من بدايه الشوط لكن كل ما زادت المسافه زاد ابتعاد عن الجميع في النهايه يعني شفنا الزمول وصلنا عند خط النهايه الا انه استطاع انه يعني ياخذ المركز الاول وغار على الناموس وغار على السوق القسام من النوعيه الزمول الخفيفه بعير خفيف وانا اقول ان شاء الله الموسم القادم هذا البعير بيكون له شان في السباقات تعرف ان الانسان من يقيض مطيته وتكون تحتيده وشرافه عليها في القيض
اعتقد انه في الموسم يعني هم يعرفون كيف الخطه اللي يبدون وياه، يا انهم يبدون وياه متاخر يا انهم يبدون معاه من اول الوقت اول الموسم. بعير هذا بعير طيب وخفيف، مو من الزمول اللي مسويات اعضاء، فاعتقد ان بعير طيب. نهنيهم ونبارك لهم على هذا الفوز والانتصار. شعار بن غدير اليوم يعطي يعني خطوه الى الامام بالنسبه ليوم غد. يوم غد هو اصبح مؤشر. يوم مطيه مؤشر ليوم مطيه معينه. بن غدير عنده ممكن اكثر من خيار يوم الغد في شوط السيف، لكن اصبح الخيار اليوم في هذه المشاركه يعني يعطيك ادفنتج انك انت تكون يعني في الصوره الواضحه. يعني على سبيل المثال بيطمن الناس مثلا من من فبركه يعني. فبركه هو مهند ومبهر مثلا على سبيل المثال. فبركه ومبهر بيكونون على الموعد ان شاء الله، لكن في النهايه هي عمليه توفيق. اما البعير الامس ركض ركض طيب ومشاركته ممتازه، نهنيهم ونبارك لهم على هذا الفوز والانتصار. لكن انا مثل ما قلت لك انا اقول البعير هم يمكن يشوفون في المستقبل القادم او السنه الجايه بيكون اداه مغاير تماما في المشاركه اللي هو القسام. القسام ممكن صعب تبعك حتى يعني يشوف جسمه وينبه ما بخير ما في صحه البعير، لكن اذا صح وكان في يومه الوسوم ولا من لا ينبه روحه مو اوكي يعني. فاعتقد ان شاء الله القادم افضل، كل واحد يتمنى دائما لاخي ولا صديقه ولا كل من يحب. ما قصر من التوفيق. شوط العمالقه. نعم شوط العمالقه نعم. وهذا مؤشر قوي على مبهر والمهند في يوم غد ان شاء الله. انا اتوقع اني بروح مع المهند. كيف تقول ريال ما يخبرك ترشيح ابو مبارك؟ انا من الحين هذا اللي هو حطه الترشيحات بكره اظن. تدري ليش؟ هو ريال الله عادي ما فيها شيء. تدري بس هو بياكد موقف انت الحين تهمته انه ما يعطيك الترشيحات. تدري سيف الحين يا عبد الرزاق تدري سيف الحين ما يبغى يتكلم عن شوط بكره نهائي يعني ما يبدا ما حد اليوم ما يعني انت فار له يعني انت فار له طعم يعني الحين انا صار لي يومين الحين اتكلم معه نقول له تكلم يا عطنا ترشيحك عطنا ما يتكلم نهائي يحس انه تعرف ليش ابو محمد؟ خلي يخلص فهو يبغى يتكلم بعد تسليم الاسماء الليله نعم لان الكشف المعتمد الكشف المعتمد يظهر اليوم الليله من نادي يا رجال الكشف المعتمد كلنا نشوف الكشف المعتمد يظهر بس شوف اغلق التسجيل بس شوف الحين هو سجل نقطه وسجل نقطه على عمري سجل نقطه يوم قال ترشيحه لانك انت قلت ما يعطيك ترشيح خلاف قال انا كل ليله اقول له اعطني الترشيح توك في نفس البرنامج قبل 10 دقائق قلت انا لا اكلمه لا قبل ولا بعد بس يقول له انت الحين ما تكلمه لا قبل ولا بعد ولا كل ليله ترى مسيت تبى من ترشيح ما يخبرك اي واحده فيهم شوف انت فهمت غلط والحين بديت اعذرني وفهمني صح ابى اقول لك انا ما اتصلت عليه اتصال وقلت له يا سيف عطني ترشيح هذا ما سويت انا نهائي مستحيل اسوي لكني اقابله جنبنا يعني ما يحتاج اقابله كل يوم يعني اكلمه كلام عاد بس اما تليفون اني اتصل فيه والله اكبر يا تدري ان انا مركزي احسن منه هو وين هو الحين تعرف الغرقان يا منو لا كمل هدخيلك يلا اكبر يا منو لا هو مثل الغرقان الحين اي واحد يبغى يسحبه معي يغرقه معي فانا الحمد لله من العشر اوائل انا بطلع ان شاء الله اذا سالتني عن هدفي انا هدفي وين في المسابقه هدفي مركز بوسوهر ما تبغى غيره مو بعيد الريال عن لاني على المركز انا 11 وهو 10 مو بعيد الريال الا قريب انا انخذاني تحت نزلني تحت وطلع مكاني بنجلط مره خلاص لان فوق هذا الضغط النفسي اللي هو سببه لي بعد ياخذ مركزي مستحيل في طال عمرك فيديو ورويك يا بعدين وطال عمرك الريال هذا من 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 ما شاء الله متحمس كثير للمسابقة ونتمنى له التوفيق إن شاء الله والله يوفق ويوفق كل الأخوان هذه سوالف ودعوات كلها سوالف قبل انطلاقة أشواط الرموز ولكن أشواط الرموز هي شغل الشارع الرياضي شغل الشاغل هذا الأشواط وأشواط السيوف وتابعنا اللقاءات مع ملاك الهجن نحن صراحة نشكر الأخوان الإعلاميين اللي يوصلون الصورة اللي في المرموم واللي برا المرموم اللقاءات لملاك الهجن الزمط اللي ما بينهم والحماس اللي نعم. اللي ما شاء الله ما بين الملاك وما بين المضمرين والجميع مستهدف سيف الإمارات فشاهدنا اللقاء مع ملاك الهجن وأيضا كبار ملاك الهجن المشاركين والمرشحين في أشواط السيوف نحن صراحة نشكر الإخوان الإعلاميين سواء
في وسائل التواصل الاجتماعي، سواء المصورين سواء القنوات الناقلة لهذا الحدث الكبير، وهذا ما يعطي زخم إعلامي كبير لهذا المهرجان. أكيد. وأيضا اللي 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 طالع عمرك يتابع عن بعد كأنه في قلب الحدث باللقاءات التي تصير. فنشكرهم جزيل الشكر الإخوان. وأيضا انت ذكرت انتم زمتكم هذا، بقاطعك اخي، زمتكم هذا يوم هو لا هو يباك تتجدم ولا انت تبغى تتجدم، ذكرت لي باخويا اثنين عندي ارابين رباعه ومن استوى ورباعه، وهذا سوى العزبه وهذا سوى العزبه. نعم. ولا هني سبوق ولا هني سبوق. ويوم يوري بيلس ناموا ينوم سول لفلان، ناموا يا فلان، علومك يا فلان، اهم شيء قال والله سبقت خويي علومكم. قال انا جيت عاشر ويا 11 وكل يوم على هالشغله اللي انا اسبك برايا الشوط برايا، انا اسبك يا فلان وانت تسبق لي يا فلان، هذا اهم شيء عندهم. خذنا الاشواط الاربعه وخذنا بعد شوي من سوالف ابو سفر ابو مبارك على اشواط الترشيح ايضا كذلك. لذلك دعونا نعود للاشواط، نعود الى الشبابيه اللي جابت افضل توقيت يوم الامس بشعار سعيد بن منانه بغدير الجتبي الذي كان ب 12 دقيقه 24 ثانيه جزء واحد من الألف من الثانية. عندك مبارك مع الشبابية، أتوقع من الاسم يمكن حتى تستطيع يمكن توقع الهبة الشبابي. نعم. مو بغرابة على الشبابي وانتاجه أن يكون سجل التوقيت الأفضل. في البداية نتقدم بالتهنية لسعيد منانة الكتبي بمناسبة فوز الشبابية، وتألق أيضا هذا الشعار اللي تعودنا على أيضا تألقه الدائم، قدم لنا اسم مميز، سجل التوقيت مميز في يوم الأمس 12:24 ثانية وجز نتيما من الثانية. فنهنيه ونبارك له بمناسبة هذا الفوز والانتصار، تقديمه للشبابية اسم مميز، قامت في مقدمة الشوط وكانت على رأس حربة الشوط رغم المنافسة والأسماء المتواجدة في هذا الشوط. شفنا أخذت حيز ما بينها وما بين الأسماء وصنعت فارق ما بينها وما بين الأسماء المشاركة. نشوف المنافسة والأسماء القادمة من الصفوف الخلفية، ذي قار ناصر بن عبد الله المسند نشوفها أيضا قادمة من الصفوف الخلفية، قطنة للسهيلب الرملي أيضا من الأسماء القوية اللي نافست في شواط السيوف، حلت على مركز الوصافة مع هنيف المرموم، وأيضا دائما المشاركات قوية، شعار بن كليب، شعار أيضا بن حماد كانت حاضرة، هذه الأسماء في 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 الشوط وأيضا كانت منافسة. ولكن الشبابية في مقدمة الشوط ماخذة حيز ما بينهم وما بين الأسماء، مرتاحة على رأس حربة الشوط، كل ما قربت الأسماء وطلبت في الشبابية فبدت الشبابية تحافظ على أيضا الفارق اللي ما بينها وما بين الأسماء. شوف اللي هي قطنة الآن تتحرك من المركز الثالث إلى المركز الثاني، عين الاصطدار هي حلت مركز الوصافة في هذا الشوط، ولكن الشبابية اندفاعتها صلاة النبي كانت مميزة مع الأمتار الأخيرة لتثبت جدارتها لمالك سعيد منانة والمحبين لهذا الشعار وهذه الاسم، بما نتوقع أن نشاهده في المهرجانات القادمة في ختام الوثبة في أشواط الرموز اللي تعودنا من سعيد منانة مشاركته وحضوره وحصوله على الرموز. شوف اللي نافس الشبابية في هذا الشوط واقترب منها، يمكن اقترب شوي منها ما بنا اقترب كثير، اللي هي قطنة وذي قار لناصر بن عبد الله المسند، ولكن الشبابية هي ما من 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 حصلت على هذا الشوط بكل جدارة واستحقاق، وخير دليل التوقيت الذي كان حاضر بما يدل هذا الشوط أنا أقوى شوط بالتوقيت بحكم التوقيت اللي تسجل في هذا الشوط. نهني أيضا سعيد منانة، نهني سالم بن سعيد منانة، أحمد بن سعيد منانة، وكل أيضا الطاقم المتواجد في هذه العزبة الكبيرة، عزبة سعيد منانة الكتبي بمناسبة فوز الشبابية وتوقيت المميز الذي تسجل في يوم الأمس على مدار 12 شوط كان هو توقيته الأفضل. فدائما إنتاج سعيد منانة يظهر بتألق المميز في الأشواط المفتوحة وأشواط الإنتاج، شوط مفتوح يشارك به الشبابية في الأشواط المفتوحة ويوم الإنتاج، فنهني ونبارك له. نتمنى نشاهد تغاريد إن شاء الله في ختام الوثبة اللي ما شاهدناها في هذا الموسم، سلطانة أيضا مشاركة في أشواط الرموز في يوم الغد، نتمنى التوفيق لهذا الشعار وكل الإخوان المشاركين. ولا غرابة إذا ما شفته بعد في عقب اللي سويته بعد، إذا ما شفته في الوثبة بعد لا غرابة بعد. صحيح. سعيد منانة دائما يحافظ على إذن 12:24 ثانية واحدة هو كان توقيتها، سمعتك تطرينا بعد من إنتاجه، هي هاي من إنتاج سعيد بن منانة، وكذلك بالأمس اليوم اللي قبله بعد كان التوقيت 12:21 عند بكرة حمد بن غريب. فأعتقد يعني شوف الأداء في الحول متقارب، يعني مطية وحدة تفرق بالتيم عن البقية، بن منانة يستاهل ورجل ممكن عنده أكثر فيها من الانتاج عنده، لكن بعد تبي تشارك له بعشر في الانتاج صعبه،
لكن الريال يختار نوعية فريدة حق شواط الانتاج، وهذا شوط من شواط العمالقة يعني اليوم يعني هو مشارك في شواط العمالقة، والريال مختار ممكن حتى هذه المطية خليها حق الوثبة شواط الرموز، فقدم سلطانة أنها من سلطانة جاهزة وجوزيتها يعني من أول موسم شفناها يوم مشارك في سالب بمنانة، فأعتقد أن اليوم أو بالأمس كان شعار بمنانة متفوق وحاضر حضور الكبار، وهذا دليل على أن دائما كل شخص يعشق الصدارة لابد أن ينتقي النوعية الممتازة ويكون في الصورة دائما. نعم صورة شفناها على مدار الأشواط أيضا كذا والشوط مو عادي يعني حتى ذي قار يعني هاي مشاريع بثلاثة مليون عندك قطنة صاحبة رمز هذا الموسم في أعتقد في الطائف وصيفة السيف العام الماضي يعني شيء مو ناقة طيبة لكن ممكن اليوم أشواط الرموز أو الأشواط اللي قلنا نحن عمالقة في اختيارات للملاك في مثلا تكتيك التكتيك القادم اكيد حق الوثبه فالتجهيز اليوم على امس كان حق الوثبه نعم. عشان شي شفنا يمكن عدديه كبيره جدا على امس واول امس من ناحيه الاسماء اللي محققه رموز صحيح عنيده ومعيار وغيرين وغيرها هاي جاهزين حق الوثبه بون يجهزون فاليوم انت صحيح ان شواط بنقول العمالقه ما فيهم ضغط قوي بذاك الصوره لكن فيه المشاركة قوية إلا أن يعني الملاك ممكن يعني يحافظون عليهم حتى أن اللي أنا أقول يوم الأمس كان دلالة شوي مدللينها لكن يوم الوثبة فتكون المعركة صح هي معناتها دلالة وسفر يقول أنا بأخذ من أشواط العمالقة يعني مؤشر دامنا على نعم. لا هي في مؤشر نعم. في مؤشر ناس يعني لكن الاسم من ناحية التوقيت لكن الاسم اسم المطية الروحة أعتقد في ناس ترشح اسم فقط ليش لأن الاسم هي السبوق المطية السبوق هي الحين يجيك ريال عنده مطية رمز شارك بها في رمز وخذ رمز باجي الحلال ما عنده عادي لكن هالعزاب الكبيرة أصحاب اللي يشاركون في الرموز لهذا أنت قبل شوي دلت على نقطة ترشيح شعار وترشيح مطية الحين إذا واحد عنده مطية وحدة خلاص الريال بو مطية لكن إذا ريال عنده 50 مطية ويشارك ب40 هني وخلاص يحط ثلاث حق الرموز لكن في لابد أن تكون عنده مطية عنده مطية راعي تسير لازم يكون بينهن أما طال عمرك أنا واحد عنده مطيتين بشارك في رمز ما أقدر أنا أعطيه على ماضيه الأمسي أنا لازم أعطيه على حاضرة لازم أحط عين أو الاسم المطية في الاعتبار عندي أنا حقه أما كمجموعة من مثل بن حمدون يعني شارك المجموعة عنده حلال لكن اليوم مركزين الناس على زاخر صح ولا لا فتركيز الغديرات الشباب على فبركة لكن بعض الأسماء الأخرى لا عندهم على مطية فهني عاد أنت واختيارك تحضر يفرق أكيد الدوعية تفرق دائما في كل الأشواط حتى لو كانت بنفس الشعار إذن كانت تلك السباقات يوم الأمس أما اليوم وبعد قليل سوف تنطلق نفس نوعية السباقات لكنها بأسلوب مختلف تماما لأنها سوف تحمل شعارات ومشاركات هجن أصحاب السمو الشيوخ التي تنافس على مدار 16 شوطا للحول والزمول الشوط الأول الرئيسي سوف يكون هو الشوط الرئيسي بقيمة جائزة 400,000 درهم إماراتي شوط الزمول الثاني وهو الشوط الرئيسي للزمول الزمول بعد ذلك أيضا كذلك الحول بعد ذلك شوط حول آخر لهجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 16 شوطا هل سنشاهد يمكن أسلوب مختلف تماما عما شاهدناه يوم الأمس بومبارك قبل أن نبدأ أيضا كذلك بأسماء المشاركين في الشوط الأول نعم بو محمد الشوط هذا شوط أشوف المؤسسات حاضرة فيه مؤسسة هجن الرياسة وهجن الشحانية دائما المنافسة تكون قوية جدا في أشواط أصحاب السمو الشيوخ بنشوف أيضا توقيت مميزة سوف تسجل في هذا المساء بحضور شعارات أصحاب السمو الشيوخ وتواجد المؤسسات الكبيرة والعملاقة على أرضية الميدان وبنشوف أيضا منافسة شيقة على مدار كل الأشواط في هذا المساء وطبعا شوط العمالقة على اسم على المسمى نعم عمالقة وتشارك فيها العمالقة نعم صحيح طبعا الشوط الأول ما فيه عددية العاصمة هذا ما سجلت العاصمة يمكن يكون عندهم أربع مطايا نعم. في الشوط ايه. فبيكون بالعاصمة والرياسة يعني الشحانية مشاركة بمطية وحدة في الشوط هذا أما الرياسة مشاركة بثمان ممكن تكون العاصمة عندها أربع مطايا وخمس في مجلس التحضير فأعتقد اليوم أنت تشوف الشعارات العاصمة يعني الرياسة تخوف الحين ثمان مطايا عندهم مقابل مطية واحدة للشحانية ممكن يكون أربعة للعاصفة ومطية واحدة لسمو الشيخ مكتوب محمد نعم مكتوب مع طايش نعم أفرح نعم أفرح فلا يعني اليوم أنت لا تستغرب شيء في أشواط العمالقة الناس مجهزين وأشوف الشوط في استعداده وجاهزين على شوط ممكن يكون يعني ثقله ونوعيته أول هذا الشوط الله يرحمه الشيخ حمدان بن راشد كان من المحبين لهذا الشوط اليوم العمالقة
يعني كانت تشارك فيه خطيرة، تشارك فيه الحذرة، تشارك البوش العملاقة اللي يعني يمتلكها حمدان بن راشد الله يرحمه. من يعني أنا شوف من أحب الأشواط اللي عنده هو اللي هو يسمونه شوط المرسيدس، هذا شوط المرسيدس كان شوط العمالقة، فكان فيه رمز وكان فيه مرسيدس زين، وفترة بعد حطوا فيه نص مليون. فأعتقد يعني كان هذا من أحب الأشواط له الله يرحمه، كان يحب المحليات وكان يعني يراهن على أن شوط المحليات يكون منفرد تماما والشوط يكون يعني خاص بالبوش، فعنده خطيرة كانت تقوم راس تنهي راس. من الحلال اللي يعني ندر بالفعل لدى هجن اسمه الشيخ حمدان بن راشد الله يرحمه، فهذا يوم يعني كان جميل جدا، ومنافساته وحضوره المستمر نحن ما ننساه دائما في كل سباق خاصة في أشواط العمالقة. أبو راشد الله يرحمه كان حضوره مستمر وداعم لهذه الرياضة في كل وقت وكل حين الله يرحمه ويغفر له. فنحن اليوم بشوف يعني شوط رئيسي وشوط قوي وشوط يعني بلا شك أن الأعداد الموجودة فيه هي تعطي يعني حتى مؤشرات قوية لأشواط السيف، أو مؤشرات قوية بأن الجماهير والعشاق أن تتابع هاي النوعية القوية خاصة مع الشعارات وأيضا كذلك المضمرين. في أسماء طبعا ما شيء لازمة في الترشيح، لكن يعني هل في اسم بارز عندكم؟ هل في اسم تحب تذكره أبو مبارك أو أبو سفر أو حتى أبو فزع في سواء أول الشوط أو الأشواط الأربعة الأولى؟ نعم أبو محمد، نشوف مؤسسة هجن الرياسة تدفع أيضا بخيرة حلائح خيرة المطايا اللي تشارك في هذا الشوط بالمضمرين سلطان محمد الوهيبي يدفع بأربعة أسماء، والمضمر محمد بن زيتون المهيري أيضا يدفع بأربعة أسماء. لعل الأبرز اللي مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي اللي هي بلاغ شاهدنا مشاركاته في العام الماضي في اختام الشحانية، من الأسماء القوية والسبق اللي تشارك في هذا الشوط، عنيدة أيضا اللي أيضا متواجدة في هذا الشوط مع المضمر محمد بن عتيق بن زيتون، أيضا من الأسماء القوية اللي شفنا لها منافساتها سواء في الدولة وخارج الدولة. عندك أيضا الشايبة هي صاحبة هذا الشوط في العام الماضي لهجن الرياس والمضمر محمد بن عتيق بن زيتون، وكان توقيته جدا مميز 12 و10 ثواني، كان من أفضل التوقيت التي تتسجل في العام الماضي في نفس هذا اليوم في أشواط العمالقة اللي حصلت عليه الشايبة وأيضا لهجن الرياس والمضمر محمد بن عتيق بن زيتون. فأيضا المضمر هنا محمد بن خالد العطية يدفع بمخيلة لهجن الشحانية، أيضا من الأسماء القوية، واسمه الشيخ مكتوب بن محمد بن راشد يدفع بأفراح. هجن العاصفة أيضا حاضرة بقوته في هذا الشوط، فكل هذه الأسماء اليوم مؤهلة لانتزاع هذا الشوط وحاملة اللقب لهذا الشوط في العام الماضي، متواجدة أيضا ومسجلة التوقيت الأفضل. الشايبة نتوقع اليوم بيكون لها حضور أيضا مميز مثل ما حضرت في العام الماضي لهجن الرياسة والمضمر محمد بن عتيق بن زيتون. وطبعا لن يكون الشوط سهل، يمكن هل بنشاهد قريب من مثل ما ذكر ابو فزاع على اشواط السيوف، او بيكون سيناريو الاشواط مختلف اليوم في العمالقه اهدى اقوى؟ شوف طبيعه تركض الشايبه تقوم في المقدمه وتصنع لها الفارق ما بينها وما بين الحلال. انا اتوقع ان الشايبه ان شفنا ركضها المعهود، اتوقع اليوم بتكون ند صعب في الشوط وبتكون في مقدمه الشوط. سلطان بن محمد الوهيبي عنده بلاغ من الاسماء القويه اللي بتكون منافسه شرسه في الشوط هذا. هجن العاصفه ايضا بتكون في صلب المنافسه بين شاهدها، فاتوقع ان التوقيت الافضل بيتسجل في اول اشواط في هذا المساء. وسهر، والله نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. هذه من أجمل الأشواط ومن الأشواط اللي لها جماهيرية كبيرة، فما بالك يعني بأشواط المؤسسات الكبيرة ومشاركة في مثل هذا اليوم. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. كل الأسماء والله كل الأسماء يعني أسماء يعني قوية. لها ماضي وأسماء قوية ومضمرين كبار. أتمنى لهم التوفيق، ما عندي اسم يعني معين أقدر أرشح هنا إن شاء الله. طبعا هذه اللقطات تصلكم عبر كاميرا قناة دبي ريسينج المتواجدة في قلب الميدان المرموم بأزهى حلة قبل بداية منافسات سن الحول والزمول لأصحاب السمو الشيوخ، والظهور الأول لهذا السن لهجن أصحاب السمو الشيوخ قبل شوط السيف قبل أشواط الختام. هنا لمحة سريعة وقوية ومميزة على هذه المنافسات التي ستبدأ بعد قليل في تمام الساعة الثانية مساء. التحضير على قدم وساق
وأيضا كذلك الحظائر موزعة جاهزة والأشدة تشتد وأيضا كذلك تجهز للمطايا التي سوف تكون مشاركة في الأشواط القادمة. ليست فقط 4 أشواط بل 16 شوطا كاملة لهجن أصحاب السمو الشيوخ سوف تكون حاضرة أيضا كذلك في هذا الميدان الجميل وهذا الميدان الذكي. لقطة رائعة جدا علوية لهذا المكان الرائع. مخرجنا وليد اللي مستمتع الحين خلناها اللقطة طولت خلاها قال أظهر خالي الفطر هذه الكبار ايه. اللي بيشاركن اليوم يا سلام من الشوط الأول لين الشوط 16 لكن الأبرز بتكون في 4 أشواط طويلة اللي هي أشواط العمالقة. بعد ذلك بنشوف يعني الحلال اللي موجود بيتوزع بين الأشواط وبتشوف النوعيات اللي كانت موجودة واللي محصلة سيوف قبل بتشوفها اليوم تشارك. شوط الزمول بعد شوط لا يقل أهمية عن شوط الذلال الشوط الأول الرئيسي. شوط الزمول أيضا نشوف أبو محمد نوعية أيضا تشارك نوعيات من مؤسسات الثاني طبعا جميعها نعم يعتبر أول أشواط الزمول وثاني الأشواط في التعداد. فريد للشيخ محمد بن حمد الشرقي وسالم بن هزيم المسافري يقدم لنا فريد. أيضا مؤسسة العاصفة تدفع بأسماء مميزة في هذا الشوط على ما أعتقد 4 أسماء أيضا مشاركة في هذا الشوط. شمشير لإجن الشحانية وقال الله بن محمد بن عقيل أيضا اسم قوي أتى من الشحانية بإنجازاته الحاضرة والماضية. عندك أيضا علم نشوف أيضا من الأسماء المشاركة لإجن الشحانية قال الله محمد بن عقيل. علم شاهدنا سبقه في ختام الشحانية من الأسماء المميزة التي تشارك أيضا في هذا المساء. مياس أيضا لإجن الرياسة والمضمن محمد بن عتيق بن زيتون. هذا عتيق بن زيتون يدفع ب4 أسماء في هذا الشوط. مياس وعناد ومرعب ومدمر جميعها أسامي لها وصلة ولها حضور. مياس من الأسماء القوية في مع المضمر محمد العتيق بن زيتون. أيضا العملاق سلطان بن محمد الوهيبي يدفع بمشعل وملهم وشاهين ومسيان. مشعل شفنا سبقه الأخير في الجنادرية من الأسماء القوية اللي شارك اللي بشعار هجن الرياسة والمضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. مسيان أيضا من الأسماء اللي بيكون لها حضور مع ملهم. مرسال للشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان والمضمر عوض بن مبارك بن سعيد المهيري. أيضا من الأسماء اللي بنشوف منافستها الشديدة في هذا الشوط المضمر محمد بن خالد العطية بشعار هجن الشحانية مع شداد. فأيضا كل هذه الأسماء بنشوف لها منافسة قوية في هذا الشوط كونه أول أشواط رئيسية في هذا المساء وكل المؤسسات مستهدفة هذا الشوط. عندك سلهود لسمو الشيخ مكتوب بن محمد المكتوم وأيضا طارش بن محمد بالقوبة أيضا يقدم اسم قوي. فكل هذه الأسماء اليوم والمؤسسات حاضرة في الأشواط العمالقة وأيضا اليوم بنشوف مؤشر قوي لأشواط السيوف كون هذه الأسماء حاضرة. الأطمان للجمهور أن الشعار من الشعارات المضمرين هذه المؤسسات الكبيرة أن قبل تطيبه وبيكون حاضر في هذا المساء وحاضر في أشواط السيوف. مثل ما سلفنا بالحديث أبو محمد أن النوعية في الأول والأخير تفرق. النوعية اللي بتحضر في أشواط السيوف غير عن هذه النوعية مميزة وما قدموها في أشواط العمالقة إلا أنها لها حضور مميز وأيضا مستهدفين هذه الأشواط. ولكن دائما النوعية حاضرة سواء في أشواط العمالقة أو أشواط السيوف. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. نشوف التحضير على الشاشة تحضير الهجن المشاركة في الأشواط الرئيسية. نشكر مخرجنا المميز اللي ظهرنا ويظهر الجمهور الاستعداد وتحضير الحلال لمنطقة الاستعداد. عرب زاهبين طال عمرك على خط الانطلاق وخط البداية ونشوف يعني الحين اليوم استمتاع الجمهور. تعرف أن الجمهور يحب يستمتع في الشعارات هذه. نعم. شعارات المؤسسات اليوم يوم بتشارك الجمهور أول شيء يتابع الحلال اللي بايعنا ويتابع الحلال الندر اللي يعني دائما خطف السيوف والرموز صعبته إعاقة تعرقل. اليوم المضمر حب أن يشارك في أشواط العمالقة. أشواط العمالقة ما في أي مطية تأخذ هذا الشوط لكن مطاية معينة ومطاية مثل أول أيام كان أشواط الطفح كانت المسك ممكن 4 سنين أو 5 سنين للشيخ زايد الله يرحمه بقيادة المضمر. ف4 سنوات معروفة الناقة هذه معروفة لأشواط الطفح. نعم. فنحن نتمنى ان عودة حتى اشواط السرعة هذه ليش لا تكون طيبة للسن الكبير طبعا ان شاء الله. هنا تم تقديم اول اشواط اول تحديات في اشواط العمالقة فبالتالي انا الاوان للذهاب الى الاشواط. الشكر الجزيل لكل من حمد بن ضبيب الشامسي سيف بن مبارك الحبسي عايض بن صفر بقمية من الكلمة فتذهب الى المعلقين الاعزاء مع بداية اشواط هذا المساء.